نهاية مأساوية لصحراويين تابعين للبوليساريو، حاولوا الهروب والجيش الجزائري يتدخل. قالت مصادر مطلعة إن الجيش الجزائري قام يوم الجمعة باعتقال بعض عناصر ميليشيات البوليساريو أثناء محاولتهم مغادرة مخيمات تندوف. وأضافت ذات المصادر وفق برلمان إن جنود الجيش الجزائري المسؤولين عن تطويق معسكر صحراوي المحتجزين بمخيمات الحمادة بتندوف على الأراضي الجزائرية قاموا باعتقال بعض عناصر عصابات البوليساريو، وهم يوسف سيد أحمد وسعيد محمود والمهدي سيد أحمد وعبد الله بونا على بعد 11 كيلومترا شرق مخيم الداخلة أثناء محاولتهم مغادرة معسكر تندوف. وأوردت ذات المصادر أن عناصر الجيش الجزائري قامت باقتياد الصحراويين الموقوفين إلى سكنة عسكرية جزائرية حيث ظلوا يحتجزونهم فيها. نشكركم على حسن المتابعة.